مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج صرح المعرفة. صرح المعرفة اليوم نكتشف من خلاله خبايا علم تبنى عليه حضارة الأمم في طابعها السوسيو ثقافي والسوسيو اقتصادي. هو أيضا علم يرافق المجتمع في مختلف تغيراته. مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية موضوع عددنا اليوم. مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقني، أنشئت عام 1992. تهتم المؤسسة بتطوير البحث الأساسي والتطبيقي المتعلق باحتياجات التنمية الوطنية، وكذا تأهيل وتحسين الباحثين القائمين على البحوث الاجتماعية والإنسانية في الجزائر. عندما نتحدث عن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران، نتحدث عن ذاكرة جماعة علمية، جماعة علمية اجتمعت من تخصصات متعددة، من السوسيولوجيا، من التاريخ، من علم النفس، من علوم اللغة، حول موضوع، حول مقاربة أنثروبولوجية. لماذا؟ لأن الأنثروبولوجيا في الجزائر لم تكن تدرس في أقسام الجامعة بحكم الوسم والصورة السلبية النمطية التي كانت موجودة في الخطاب السياسي. لكن مع تطور العلم ومع تطور الجماعة الأكاديمية في الجزائر، تطورت من ناحية المؤسسية هذه الوحدة لتتحول سنة 1992 بهذه الجهود، جهود هذه الجماعة الأكاديمية الأولى، اللي تتطور لتتحول إلى مركز نسميه اليوم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. يهتم المركز أيضا بدراسات الخبرة والبحوث التطبيقية، وهي دراسات وبحوث تقوم على استثمار التراكم المعرفي والتحصيل العلمي من خلال استغلال الكفاءات والخبرات الوطنية، سواء المتواجدة على مستوى الوطن أو المتواجدة في الخارج، وكذلك تفعيل الشبكة العلائقية للمركز مع مختلف الهيئات والمؤسسات البحثية التي تجمعنا بها اتفاقيات شراكة وتعاون، يعني خدمة للتنمية المحلية ولمساعدة أصحاب القرار والإدارات المحلية والمركزية في وضع استراتيجيات لمختلف القطاعات الحيوية. يضم المركز نخبة من الباحثين والأساتذة دائمين ومتعاونين من داخل وخارج الوطن، مختصين في الحقل الأنثروبولوجي بإسهامات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالمجتمع. ليس من السهل أن نؤسس لحرفة الباحث الدائم، إذا نحن تقريبا مع بسنوات 2000 بدأنا ببعض بأقل من 10 باحثين مثلا في الكراس، اليوم نتحول إلى 82 باحث دائم، طبعا مع حضور دائم ومستمر لست كونيكسيون، هذا الاتصال مع الجامعات الجزائرية ومع باحثينا في الخارج. يتم فتح باب اقتراح للمشاريع من طرف الباحثين الدائمين والباحثين المشاركين مرتين في السنة قبل انعقاد كل دورة عادية للمجلس العلمي، ولهذه البحوث بطبيعة الحال شروط ضمنية وشروط أيضا علمية، فلابد للمشروع أن يتكون من 3 إلى 5 أعضاء. ترتكز أقسام البحث بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية على المسائل المتعلقة بالمحيط والبيئة وسيرورة الحياة الاجتماعية والذاكرة التاريخية. المركز يتهيكل علميا حول 8 وحدات أو 8 هيئات علمية، منها 4 أقسام و4 وحدات بحثية.
طبيعة الحال لكل هيئة من هذه الهيئات العلمية اهتمامات وأقطاب أساسية وأولية في البحث. فمثلا قسم سوسيو أنتروبولوجيا التاريخ والذاكرة يهتم بتاريخ الجزائر المعاصر وبموضوعات مثل المواطنة والممارسة الاجتماعية للديني وغيرها من المواضيع، في حين أن قسم مدن وأقاليم هو قسم يشتغل يعني بصفة عامة حول البيئة والصحة، حول المناطق الحضارية والريفية والحوكمة الإقليمية ومواضيع أخرى أيضا تسجل في هذا الإطار. قسم بحث سوسيو أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين هو أيضا من الأقسام الأربعة الموجودة على مستوى المركز، والذي يشتغل حول الفاعلون والمؤسسات وسيرورات التربية والتكوين في الجزائر. فيما يخص وحدات البحث فهناك وحدتان على مستوى ولاية وهران، وحدة تهتم بكل ما هو ثقافة، اتصال، لغات، أدب، ووحدة حول الترجمة والمصطلحية. هذه الوحدة تهتم تحديدا بترجمة الإنتاج الوطني الجزائري من وإلى اللغة العربية. في إطار المهام الموكلة إليه، يقوم المركز برأس ماله الخبراتي بقيادة الدراسات والخبرات الموكلة إليه من طرف مختلف القطاعات الوزارية. في عدة دراسات أيضا أنجزت بطلب من الدوائر الوزارية ومن هيئات وطنية. من آخر ما أنجزناه كانت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها 2020-2030. إضافة إلى هذه الدراسات كان فيه دراسة أخرى قام بها المركز بطلب من وزارة الدفاع الوطني حول الألغام المضادة للأشخاص وتأثيراتها السوسيو اقتصادية، بحيث اعتمدت الدراسة على تعيين أو بناء قاعدة بيانات لتعيين المخاطر وكيفية تقليص هذه المخاطر إلى الدرجة الصفر، خاصة في المناطق الحدودية، بحيث أنها تمت على مستوى 7 ولايات حدودية. مركز التوثيق في هذا الصرح المعرفي يضع بين أيدي القراء مخزونا وثائقيا متخصصا في العلوم الإنسانية والاجتماعية من الدراسات العلمية المتحصل عليها في الكتب والمذكرات وكذا الأطروحات. تهتم هذه المصلحة بجمع وحفظ وتطوير الموارد الوثائقية تحتوي على 30,000 نسخة من الدراسات العلمية. مصلحة التوثيق وأنظمة الإعلام العلمي والتقني تهتم بإحصاء، جمع، حفظ وتطوير الموارد الوثائقية ووضعها في متناول القراء وموجهة للباحثين، الأساتذة والطلبة المسجلين في التدرج وما بعد التدرج في تخصصات عدة مثل العلوم الاجتماعية، الأنتروبولوجيا، الفلسفة، التاريخ، علوم الاتصال، الجغرافيا، العمران، علوم الدين وتخصصات أخرى. وهذا المعهد البحث في الأنتروبولوجيا والاجتماعية والثقافية يوفر كل الظروف الملائمة للتركيز والمكان مريح هادئ وطاقم أيضا جد مرحب، وفي عدة كتب ومجالات في كل ميادين يعني يسمح للطالب أنه يكسب معلومات في كل مجالات. ومن خصوصية المصلحة هي مساعدة الطلبة في إنجاز مذكراتهم الجامعية ومرافقة القراء. Je prépare ma thèse de doctorat sur le système tribal. Donc هذا centre فادني بزاف في لي ريفيرونس تاعو. J'ai trouvé gawch chani nhous surtout من الكوتي هيستوريك. Donc ما نقدش ديبلاسي كاع لي ولاية باش نحوز على لي زوفراج، كاين كلشي هنايا. من بين أهم منشورات الكراسك كتب هي عبارة عن تقارير نهائية لمشاريع البحث بالمركز، أبرزها مجلة إنسانيات الأكاديمية التي تعتبر من أقدم المجلات في الجزائر، تنشر بحوثا ميدانية مختلفة التخصصات تتناول في دراستها الإنسان والمجتمع بوصفهما موضوعين للبحث. إنسانيات اليوم اهتمت بتيمات كبيرة جدا،
ولدينا حتى هناك دراسة حول هذه المجلة أنجزت في مركز دراسات الوحدة العربية كإحدى المجلات المهمة في العالم العربي. تصدر بلغتين، باللغة العربية والفرنسية طبعا، ونتجه إلى أن إلى الإنجليزية أيضا كلغة ثالثة. طبعا كل ملخصاتها باللغة الإنجليزية، موجودة في قاعدة بيانات عالمية متعددة، revue.org، قاعدة البيانات الأمريكية طبعا، قاعدة البيانات الجزائرية، قاعدة المجلات الجزائرية المهمة جدا. يشرف المركز أيضا على نشر المجلة الإفريقية للكتب كل 6 أشهر. يصدر المركز أيضا مجلة تسمى المجلة الإفريقية للكتب، وهذه المجلة هي تقريبا ثمرة لاتفاقية بين مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية مع الكوديسلية. الكوديسلية هو مجلس البحث في العلوم الاجتماعية في إفريقيا. يصدر المجلة الإفريقية الكتب بلغات ثلاثة، اللغة الإنجليزية يصدرها في أديس أبابا في إثيوبيا، والمجلة باللغة العربية يصدرها في القاهرة بمصر، والمجلة باللغة الفرنسية يصدرها في الكراسك بوهران. إذا نحن نأخذ على عاتقنا مهمة علمية أكاديمية إفريقية. ما هو عملها؟ هي ليست كإنسانيات، عملها هو أنها تقدم الكتب التي تنجز حول إفريقيا، في إفريقيا أو خارجها، ولكن حول موضوعات إفريقية. تبقى الأنثروبولوجيا ملتقى جميع التخصصات باختلافها والمناطق بتنوعها، تعتمد في بحوثها ودراساتها على كلمة لماذا التي تجيب عن بدايات وعمق الأشياء لا ظاهرها، لتساهم في التنمية المحلية للمجتمعات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم، على أمل أن ألقاكم في صرح معرفي جديد. في أمان الله.